بديهي مبروك اولا افتتاح مكتب تدريب الذات الاول في المنطقه. هل لك ان تشرح لنا ما هو المقصود في تطوير الذات؟ طبعا تطوير الذات او تدريب الذات اللي هو الايمونيشين او الكوتشينج هو طريقه فيها المدرب بيشارك المتدرب على عمليه اثاره الفكر اللي هاي الفكره بتلهمه لقدام انه يعظم او يوسع قدراته الشخصيه او المهنيه. اذا هاي الطريقه بنسميها The Art of Change في الانجليزي او مانوتاشينو فن التغيير. اللي في هاي الطريقه احنا بنؤمن انه كل شخص مش مهم كيف هو حالته كان كئيب او عنده اي مشكله، احنا بنؤمن انه عنده كل القدرات وكل الامكانيات انه ينجح ويتقدم ويتخطى اي مشكله موجود فيها. فتدريب الذات نفسه هو بيجي مشان يساعد المتدرب انه يلهم حاله في هاي الفكر وهاي الاشياء ليوسع من نطاقه ليعمل امور اكثر واكثر. بليغ، من اين اتت فكره افتتاح مكتب من هذا القبيل؟ صراحه اجتني الفكره قبل سنتين من يوم، كنت في التخنيون اتعلم الفيزياء، فهذيك الفتره حسيت انه هذا الشيء بيهمني شيء كثير. ومن غاد اخترت من التخنيون بعد سمستر واحد بس ورحت على استراليا وبلشت افكر في حالي كيف شو لازم انا بالضبط اعمل او شو ليش انا موجود هون وكل هالاسئله المعلمه بيسالها حالي. واللي طلع معي غاد انه اكثر شيء انا بحبه واكثر شيء بحب اعمله هو انه اساعد اشخاص. من غاد اكتشفت في حالي انه او بلشت اكتشف وقت ابحث في الموضوع ودخلت موضوع التنميه البشريه بتدخل شيء كما كله. ومن غاد اتحضرت لمواضيع الكوتشنج والان ال بي اللي بعدين قدام عملت كورسات عنهم دورات عنهم اللي ساعدوني لقدام اقدر اساعد ناس ثانيين. لهذا هو يعني اكتشفت انه هذا الشيء بحبه. هل تشعر ان الجمهور بحاجه لهذا المجال؟ ايه طبعا اكيد. ايه عندنا خصوصا في مجتمعنا في خلينا نقول انه كيف انا دائما بقول انه او كيف في الايمونيشين بقوله انه مشان تسوي شغله معينه لازم تعرف تقنيات او تكنيكا 20%، الباقي 80% من البسيكولوجيا من النفس. وغالب بيشتغل الايمونيشين عند النفس هذا. فانا بامن خصوصا في مجتمعنا في اي مجتمع ثاني طبعا في كثير قدرات اللي هي مخبيه، في كثير قدرات اللي هي بعدها مش طالعه. فالمشكلة غالبا انه بيشتغلوش 80%، كان عنده التكنيكا، كان عنده القدرات كلياتها، بس فيش هاي البسيكولوجيا تبعتها اللي يقول ان انا بدي اعمل، يكون عنده ثقة في النفس، هاي الاشياء اللي بيشتغل عليها في الثقة في النفس، مثل انه تخطي امور معينة، اخذ قرارات، كل هاي الامور. فعمليا التدريب الذات بيجي كثير يساعد خصوصا في مجتمعنا. بصراحة كان عندي كثير اشخاص بقدر اجيب لك امثلة منهم، كان عندي اشخاص اللي كان عندهم مشاكل في الثقة في النفس اللي قدرت اساعدهم، كانت اشخاص اللي كان ساقط 7 تستات في السواقة اللي هو بيعرف يسوق بس كان يسقط وساعدته ينجح على هذا الشيء. فالبني ادمين اللي بحاجة لهيك شيء هون كثار. وهذا بفكر انه هي خطوة كثير منيحة للمجتمع تقدم المجتمع. طيب دعنا نتحدث عن بليغ صلاح الدين، ما هي مؤهلاتك وما هو الانجاز في مجال الدراسة حتى الآن؟ بقدر اقول انه انا لحد هسه انهيت كورس ايمونيشي استراتيجي انترفنشن عن طريق توني روبنز اسمه، وعملت كورس ان ال بي اللي هو في بيت سيف الان ال بي ريشم شينوي عن طريق ميكي باركال. بقدر اقول هون برضه زياده انه انا مش جاي هون اعرض مهاراتي، مش جاي اقول هون ان انا احسن من اي حدا ولا بفهم اكثر من اي حدا، هذا هو الشيء المنيح في التدريب الذات انه هون انت بتسال اسئله، فيش حاجة انت تكون تعرف أكثر من غيرك على هاي، انت بتسأل أسئلة أو بتستعمل طرق معينة اللي هاي الأشياء بتساعد البني آدم اللي قبالك يلاقي في حاله الأجوبة المعينة. كيف قلت أنا بآمن كل واحد عنده كل القدرات، فأنا مش جاي هون أفرج حالي إني بعرف أكثر من بني آدمين ثانيين، وحتى في المحاضرات دائما بحكيها هاي الشغلة، دفع إنه في اللحظة اللي أنا بفكر حالي أنا بعرف كل شيء هي اللحظة اللي أنا بستحقش أطلع ولا على أي منصة ولا أعمل أي تدريب ذات. هذا هو يعني انه من ناحيه مؤهلات نفسهم قرات كثير بعد كتب عن تدريب الذات وعن ال ان ال بي اللي هي كثير استراتيجيات وادوات معينه اللي بتقدر تساعدني اساعد الناس الثانيين. نحن نعرف انك ما زلت صغيرا في السن نسبيا، هل تواجه انتقادات حول طموحاتك ومشاريعك القيمه هذه في مجال تطوير المجتمع؟ صراحة دخلت شوية انتقادات مشان الجيل، وانا بلومهمش لهدول الاشخاص، عشان انه دائما احنا بناخذ او عندنا دائما نحب انه نقول انه البنات اصغر منا هو عنده خبرة اقل منا، وانا هون اخرى مرة مش اكون عندي خبرة اكثر من اي حدا،
ناحية ثانية كان عندي خبرة عشان تعلمت شوية ان ال بي وايمونيشين، واجهت شوية انتقادات في الموضوع، وكيف قلت انا بلومش اي حد عن هذا الاشي. من ناحية ثانية بقدر اقول انه شخص مثل توني روبنز اللي قبل شوي ذكرت اسمه، وشخص برضه اللي بلش في جيل 19 هيك اشي، يعمل محاضرات، يعمل امور معينة، اشخاص ثانيين انا بقارنش حالي فيهم يعني، بس ذكر الاسماء مثل بيل جيتس، مثل ستيف جوبز اللي بلشوا مشاريعهم في جيل كثير صغير، فدائما فيش حال الواحد يتفرج على الجيل اللي هو كعائق. من ناحية طموحات اكيد لما يكون في طموحات ويكون في حلم معين، شنو قبل ما بلش هيك شيء فكرت الموضوع، قلت اوكي انا بديش ابلش هسه، اوكي متى بدي ابلش؟ في جيل 30، طيب الاشياء اللي بقدر اعملها في جيل 30 بقدر اعملها في جيل 28، قلت بقدر اعملها في جيل 27، بقدر اعملها في جيل 25، اوكي صح، بس اللي بلش هسه عشان انطي اكثر مني، اللي بقدر ابلش هسه واقدر اوسع حالي اكثر في هذا المجال. وانا في دوري بشجع كل شخص اللي لو مش انا شو الجيل تبعه، مش مهم شو عمره، اللي كان عنده مشروع معين اللي بقدر يقدمه له ويقدم لناس ثانيين يبلش يعمله ويفرجينا اياته، انا كثير بشجع هذا الشيء. هل تواجه انتقادات بانك لست حاصلا على لقب جامعي حتى الان؟ صراحه الاشي الموضوع شوي معقد عشان لقب الجامعي، كيف حكيت انا كنت اتعلم في التخمين والفيزياء وما لقيتش حالي انه هذا الموضوع بلايني، فغيرت هذا موضوع التدريب الذات. موضوع تدريب الذات مش موجود في الجامعات حاليا، خلينا نقول. من ناحيه ثانيه انا كثير بامن انه او بقدر اقول انه التور او اللقب الجامعي هو شيء كثير منيح، بيعلم كثير الواحد. فانا في دوري في هاي السنه راح ابلش برضه في تعليم علم النفس، الشيء برضه هو شوي مرتبط في تدريب الذات، بقدر يساعدني برضه اوسع افاقي. مع هيك انا بجرب بحش حالي في شغله انه معيش هسه لقب جامعي. بقدر اذكر كثير اسماء لبنادمين اللي هم وصلوا وتقدموا ونجحوا وساعدوا بنادمين ثانيين اللي معهمش القاب جامعيه، بس مجتمعنا او اغلب المجتمعات بتقيم بنادمين حسب اللقب الجامعي تبعه او حسب المنصب تبعه، فبرضه هنا بلومش اي شخص. بليغ، انت نشيط في مجال تطوير الذات وتقوم بتقديم محاضرات في مؤسسات مختلفه في القرية وربما خارج القرية أيضا، هل لك أن تطلعنا على بعض هذه النشاطات؟ بلشت عملت أول محاضرة اللي كان في شهر 9 العام 2012، المحاضرة لقت إقبال كبير من الجمهور، كان في إشكول بايس موار، المحاضرة كانت عن موضوع النجاح بصورة عامة، وهذا الشيء كثير شجعني، كان في إقبال كثير، إنه اكتشفت إنه المجتمع بده هيك شيء، المجتمع دفع بحب يسمع هاي الأشياء. وكثير بادمين قالوا لي ليش تعمل هاي الاشياء هون، هون المجتمع مش قد بده يعملها برا. فانا في دور قلت انه اذا انا بدي اخذ بديش وهذاك بده ياخذ بدوش وهذاك بده ياخذ بدوش، بس فيش حدا رح يعمل، فلازم يكون في واحد يبلش في هذا الشيء. فكان عندي محاضره اللي شجعتني اعمل اخرى، محاضره اللي كانت قبل شهرين برضه اللي كان في عليها اقبال، برضه كانت على موضوع القياده، وراح يكون في لقدام برضه اسا هذا المكتب موجود هنا مفتوح بقبال كل الاشخاص اللي معنيين في تدريب ذات واحد ضد واحد، اللي كنت انا نشيط فيه قبل المحاضرات صار لي سنه ونص هيك شيء في موضوع التدريب الذات يعني خلال مريخات. محاضرات قدام راح يكون في الصيف، راح يكون في اخرى كم شهر، ورشات عمل، حتى ورشات عمل مخصصه للطلاب المدارس مثلا على هنالي كاريرا كما قلنا احنا التوجيه التعليم. ورشات العمل والمحاضرات راح تكون في المكتب هون؟ ورشات العمل راح تكون هون، محاضرات في مختلف المؤسسات، في متناس، في المغار، بريه المغار، وهيك تدريب ذات اكيد راح يكون هون. بليغ، شكرا لك على هذه الفكرة القيمة وعلى هذا المشروع، وشكرا على هذا اللقاء. وموقع سبيل يتمنى لك النجاح الباهر في عملك ومشاريعك في هذا المجال. شكرا. شكرا لك استاذ كمال، شكرا لكم طاقم سبيل، فرصة كثير كانت شرفية. بشكر كل اللي عم يحضروا الفيديو اليوم وبشجعكم كلياتكم انه تبلشوا تعملوا اشياء. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا.